هل الحجاب الذي يكتب من القرآن ويلبس على الذراع حرام أم حلال؟ علما بأنه مكتوب بداخله آيات قرآنية. جزاكم الله خيرا. لا تجوز كتابة القرآن وتعليقها على الشخص على الصحيح من قول العلماء، لأن ذلك وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز تعليقه من الحجب الأخرى، ولأنه لم يدل دليل على جواز ذلك، لم يدل دليل على جواز كتابة القرآن وتعليقه على الأشخاص من أجل الاستشفاء بذلك أو الوقاية من العين أو الحسد أو ما أشبه ذلك، ليس هناك دليل صريح يدل على جواز ذلك، ولأن هذا أيضا يفضي إلى امتهان القرآن، يعني إلى تعريض القرآن للإهانة، وأن يدخل الإنسان به في محلات غير اللائقة بالقرآن ودخول الخلاء غير ذلك. الحاصل أن المحاذير كثيرة، فلا يجوز هذا العمل تعليق الحجب على الأشخاص سواء على الذراع أو على رقبة أو غير ذلك، وإنما المشروع الرقية بالقرآن بالمصاب، يعني يقرأ عليه من القرآن، يقرأ عليه القارئ أو هو يقرأ على نفسه وينفث على نفسه، يعني يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر معها والمعوذتين وما تيسر من القرآن، ويقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ عليه أخوه وينفث عليه من نفسه، فهذا هو المشروع وهو الذي وردت به الأدلة وهو الرقية الشرعية. أما تعليق الحجب فهذا أمر لا يجوز على الصحيح ولو كانت من القرآن الكريم. جزاكم الله خير.